عفواً، صباح الخير، هل أنت سيدة المنزل؟ آه نعم، أنا هي سيدة المنزل. حسناً، اليوم هو يوم ساعدك، أود أن أعرفك على مجموعتنا الجديدة من الدبابيس اللاذعة. تعالي إلى هنا، تعالي، تعالي. متى أحصل على علبة الدبابيس؟ عندما تجد هدفك الأخير، تذكر فقط أول قانون: لا فتيات مسموح بهن. إذا ذكرت لأحد خارج المجموعة، سوف تطرد فوراً. الفتيات غير مسموح بهن، سوف نرى بهذا الشأن. مرحبا يا شباب. عن ماذا تتكلمون؟ لا شيء، لا شيء كلوفر، نحن كنا نناقش فقط كم يزن جسمنا على الزئبق، أليس كذلك؟ أخبرني، هل سيكون هذا مع أو بدون دبابيس أم جي أي؟ ما رأيك؟ أتساءل ماذا سيكون رأي طلاب المدرسة بناديكم؟ لا توقفي أرجوك، نايل راقب المكان. لا تهتمي للمسألة، إنها تتعلق بالشبان فقط، لذلك الفتيات غير مسموح بهن. اسمع، أنا لست أي فتاة، ألا تريد أن يحظى ناديك بالأهمية؟ في الحقيقة أنت تحتاج إلى عضو مثلي، ولن أخذ منصباً رئيسياً. حسناً، سأناقش الأمر مع الكبير وبعدها أرد عليك. أريد جواباً سريعاً، فلا تتأخر علي. قلت له إنني لن أقبل لك جواب، فرد علي أنه سيناقش الأمر مع الكي بي. واو، ماذا قلتي ناد سري؟ يبدو هذا مثيراً وغامضاً جداً يا كلوفر. أجل، ولكن هل علمت ماذا يفعل هذا النادي بالتحديد كلوفر؟ من يكترث ماذا يفعل هؤلاء الشبان؟ النقطة هي أن لا أحد يبقي كلوفر خارج أي ناد سري. يبدو أن بعض الطلاب المتخرجين تسببوا بوقوع الخزانة. يبدو أنهم اعتادوا على ذلك أيضاً. اعذرنني يا فتيات، في بعض الأحيان أنفاق الوب هي متعبة. أرجوك أسدنا خدمة وأنذرنا قبل أن تزحلقنا جيري. والآن يا فتيات، أعرفكن بمساعدة الجديدة داينا. مرحبا. من دواعي سرور التعرف عليكن، أنا مبهورة جدا بأعمالكن. شكرا، أهلا بك في فريق الووب. لقد لفت انتباهنا الظاهرة المزعجة التي تجتاح العالم، والآن وصلت إلى الولايات المتحدة. واو، هل بإمكاننا أن نشتري هذا الشيء؟ يبدو أن الناس بدأوا يتصرفون بعنف ويضربون بعضهم والعاملين والأصدقاء والغرباء، وكل ضوء على الخارطة يمثل أين وقعت الحالة. واو، هناك الكثير من الضوء. للأسف نعم، ولم نعرف سبب هذه الظاهرة، لذلك استدعينا كن. شكرا داينا، لا أعرف كيف أواصل من دونك. إلى الآلات: حزام قابل للتوسع، ومجفف الشعر ب3000 تورنودو، وهذه 24 متفجرة، كاميرا صغيرة مباشرة، وأخيراً حقيبة الظهر النفاثة. كم هي ظريفة هذه الكاميرا الصغيرة! ما رأيك يا عزيزتي ببعض الشاي وبعض الحلويات اللذيذة التي أحضرتها؟ هذا سيجعلك أكثر نشاطاً وحيوية. سيدة جونز، مرحباً. هذا غريب، موظفة الاستقبال قالت إنها في الداخل. أرى أن نغتنم الفرصة ونبحث عن بعض الأدلة. راقب الباب كلوفر. سيدة جونز، هل أرسلتك تلك المرأة للتخلص مني؟ لا، نحن في الحقيقة من فريق الووب، جئنا لنحقق في قضيتك. ولكن أخبرينا، من فعل بك هذا؟ سيدة جونز، هل لديك فكرة ما هو الدافع لمهاجمتك؟ لربما السبب هو اللون البرتقالي الذي ترتدينه، تعرفين مثل ما يفعل اللون الأحمر بالثور. لقد فعلت ما بوسعي دائما لكي أبدو أنيقة، ولكنني في ذلك اليوم قمت بزيارتها من أجل أن أبيعها مستحضرات التجميل، ولكنها فجأة أحمرت عيناها وهاجمتني بشدة محاولة خنقي. وفقاً لما قالت السيدة جونز، لقد كانت مهاجمتها ضليعة بأمور المصارعة. أظن أنها ما زالت تحت تأثير الاعتداء، ولكن الشيء الذي لا يمكن تصديقه هو احمرار عين المرأة المهاجمة.
هاي، لدي بريد. إنها دعوة لحضور مصارعة للنساء هذه الليلة في بيفرلي هيلز. ولكن يا عزيزتي، من يود الذهاب إلى مثل هذا الحفل المقرف؟ أنا إذا كنت سأصارع مجموعة من الرجال. نعم، والمحطة التالية ماكلين تكساس. على ما يبدو أن فريقا من لاعبي البولينج الرجال اعتدت عليهم امرأة غاضبة. جميع النساء كن طويلات القامة وقويات وعنيفات جدا، ولم نعرف أبدا كيف وصلنا إلى هنا. هل أنتم من أثار المشكلة؟ نحن كنا نهتم بأعمالنا الخاصة أنستي. الشيء الغريب كان أن السيدة دينيز وهي ملكة هذه الصالة كانت واحدة منهن، ولم أرها تفعل هذا من قبل. حسنا، من المؤكد أن البولينج هو الذي أثار غضبها. ربما علينا تفقد مكتب السيدة دينيز من أجل الدلائل. لنرى إذا قامت كاميرات الصالة بتسجيل مشهد الاعتداء. انظرا، النساء يستعملن حركات المصارعة لضرب هؤلاء اللاعبين كما أفادت السيدة جون. حسناً، استنتجت أن الاعتداءات تمت بواسطة حركات المصارعة، ولكن علينا فقط أن نجد الرابط بينها. هاي عزيزتي، انظرا إلى حام الشاشة. WOW؟ هاي، إنها الدعوة نفسها التي تلقيتها اليوم، لكنها موجهة إلى ماري تينزمور. أظن أننا وجدنا ذلك الرابط الذي كنا نبحث عنه سام. المدعوون فقط، يبدو أن عليكما إيجاد طريق آخر للدخول. لا مشكلة، هيا أليكس. الدعوة من فضلك. أهلا بك في العرض أنستي. منذ متى اتحاد WOW موجود سيدتي؟ لم أسمع به من قبل، لقد تلقيت الدعوة هذا الصباح. وأنا تلقيتها هذا الصباح. هل أنتم جاهزون للمصارعة؟ إذن هيا ابدأ الآن. سأقوم بتصوير كل شيء هنا. احتفظي بالصور بشكل جيد، أريد أن أزوجهم في السجن أليكس. أريد منك أن تفوزي في هذه المباراة، الأخوات المصارعات يجب أن يتفوقن. أرأيت كم هو حجم هذه المرأة؟ نعم، وأحسست بها أيضاً. لنتفقد تلك الغرفة عبر أنابيب التكييف. لنرى. يوجد خردة هنا أكثر مما يوجد في غرفة جيري. مرحبا، أنا ميندي. لا أعرف الفتى الذي تظنين أني سرقته منك، الوقت ليس مناسبا لهذا أبدا. لا أتكلم عن هذا، لقد سمعت أنك تريدين الانضمام إلى نادي شبان السري، هذا صحيح؟ مهلا، كيف عرفت بهذا الأمر؟ أو لا، أرجوك، أنا من أكثر الناس معرفة في بيفرلي هيلز. وما الذي يهمك في الأمر؟ طبعا لا شيء، سوف أضغط على الشبان حتى يسمح لك بالانضمام إليهم. تعرفين على الفتيات أن يساعدن بعضهن إلى اللقاء. أنا أتساءل على من تريد الضغط. تهانيّ لك عزيزتي، لقد ربحتِ.
الليلة أخوية المصارعات انتصرت بواسطة القوة فقط، وغدا سنأخذ حقنا ومكاننا في هذا العالم بعد أن نتغلب على جميع الرجال وعلى النساء الضعيفات أيضا. أن المصارعة تساعد على هذا الجنون يجب أن نجد سام، لكن في هذه الفوضى كيف؟ بواسطة حقائب الظهر. ها هي هناك سام، نحن مسرورتان لأننا وجدناك. مرحبا، هل أنت بخير؟ ولكن ما بك سام؟ أنتما الاثنتان من أعداء الأخوات. توقفي سام، لماذا تصرفين معنا بهذا الشكل؟ يبدو أن نار أخويتنا دخلت عميقا في قلبها، أحضراها لي. لقد أصبحنا نلبس زي عمال التنظيفات، ولكن أين ذهب الجميع؟ سأتصل بجيري. مرحبا يا فتيات، كيف تجري المهمة؟ المهمة متعثرة جدا، لقد انقلبت سام إلى واحدة منهن وهجمتنا. يا إلهي، هذا خبر سيء جدا كلوفر. جيري، هل لديك أي معلومات عن شيء سمي بالأخوات؟ أنا أقترح أن نبحث في نظام معلومات الويب وسأحضره لك الآن. شكرا لك يا عزيزتي. يبدو أنها مجموعة من النساء المصارعات، وقد وضعت هذه المجموعة هدفاً لها، وهو القضاء على كل الرجال وعلى كل النساء الضعفاء أيضاً. شكراً لك جيري، إذن سوف نرسل لك صوراً عن الأدلة التي جمعناها. هذا جيد جداً، إلى اللقاء. الأخوات يبدو لي وكأنهن مجموعة من التافهات ليس أكثر. لست أدري، كانت سام تتصرف بطريقة جنونية. لنتفقد الأدلة الآن. برأيك هذا الكتاب على ما يحتوي؟ تبدو لي أنها لائحة. هاي، إنه اسم سام واسم والدتها واسم جدتها أيضاً. إنه اسم ماري دينيس واسم أمها. إنها تبدو كشجرة العائلة يا كلوفر. كل هذه الأسماء تعود إلى آريال، لابد أنها زعيمة الأخوات. بهذه الطريقة أحضرت آريال المحاربة. إذن لقد دعتهم آريال إلى حفل المصارعة، وعندها سحرتهم بطريقة ما، وقد أخذتهم أيضاً. لربما استطاع حذاء آريال أن يخبرنا شيئاً مفيداً. حذاء آريال يحتوي 100% على غبار بركاني موجود فقط في جبل هالان. أعتقد أننا سنجد آريال مختبئة هناك ومعها سام. أيتها الفتيات، مع القليل من المساعدة التي قدمتها لنا الآنسة دينا، علمنا أن هذه المجموعة سوف تستخدم النظام الحجري عند منتصف ليل الثاني من نوفمبر. إنه اليوم عند منتصف الليل. لدينا أقل من نصف ساعة لإيقافهم وأنقاذ سام. من الأفضل لكما أن تسرعا، هيا. يجب علينا أن نكون حذرتين. أسمع. مفاجأة. حسناً، ماذا لدينا هنا؟ فتتان ساذجتان تحاولان إفشال مخططاتي. نحن لا نحاول إفشال مخططاتك، ولكنك أنت تريدين تدمير العالم. اجلباهما إلى الحلبة الصخرية. لكنني لا أحب المصارعة. انتظرت طويلاً هذه الليلة لأرى كيف سينفرط عقد هذه المجموعة من المراهقات. سوف ألقنكما درساً لا ينسى. يقال إننا لا نؤذي إلا الشخص الذي نحب. صديقتكما الجاسوسة ستثبت هذه المقولة.
والخمسون دقيقة، لدينا 10 دقائق لإيقاف أريال. سام غيري موقفك، نحن هنا أليكس وكلوفر. أتذكرين نحن أعز صديقاتك سام؟ إن أعداء الأخوات ليسوا من أصدقائي أبداً. ولكن ما الذي يجري لك سام؟ أرجوك توقفي. الخطط المثالية للسيطرة على الأرض أصبحت قريبة. علي الآن أن أوقظ أخواتنا في جميع أصقاع الأرض ونهب هبة واحدة ونستولي على ما هو حقنا. عاشت الأخوات المصارعات، عاشت الأخوات، عاشت الأخوات المصارعات، عاشت الأخوات. انضمي إلينا الآن وسوف نعفو عنك ولن نهاجمك. ما رأيك أن أنضم الآن ونستريح نحن الاثنتان ونجلس للتحدث؟ المسألة ليست شخصية، ولكن ربما هكذا تستعيدين وعيك. ولكن ما الذي يحدث؟ لما أنا هنا؟ ولما أنا مغطاة بالوحل هكذا؟ لكن ألا تتذكرين شيئا؟ أذكر ماذا أليكس؟ لقد كنت تحت سيطرة أريال منذ حفل المصارعة، كنت واحدة من الأخوات. ولما أنا تحديدا من الأخوات؟ لأن جدتك في الواقع، جدتك كانت واحدة من الأخوات، إنها من دمائك. هذا غير منطقي، لابد من وجود تفسير آخر. هذا ما ظننته في بادئ الأمر، لكن منذ ثانيتين فقط كنت تهاجميننا. الوحل إذن هو الذي يوقف قوة التأثير لحجر أريال. لدينا فقط 3 دقائق لإيقاف أريال. بقيت 90 ثانية. تخلصا منهن. والآن ماذا ستفعل؟ لقد بدأت الآن. أنا من الأخوات، يعش اتحاد الأخوات. انتهى يومك أيتها الأخت، بل إن يومي قد بدأ للتو. يجب أن أقاوم. عودي إلي حالا، فقدرك أن تكوني مصارعة في فريق الأخوات. نعم، الغبار البركاني. أظن أنك لن تعودي إلى هنا مجدداً، أليس كذلك يا دينا؟ أنا سوف أرجع، وذات يوم ستعود أخوية المصارعات إلى السيطرة. يبدو لي أنها اختفت فعلاً، ترى إلى أين ذهبت؟ من يكترث بما أنها اختفت الآن؟ هناك شعور ينتابني أنها سوف تعود يوماً ما. إلى أين نذهب؟ هيا بسرعة، إنها مفاجأة كبيرة. ولكن ما الذي يجري؟ أيتها الفتاة كلوفر، هل تعديننا وعداً صادقاً أنك لن تشي بسرنا لأحد باسم النادي، وأن تعدين بمحبتك ودعمك للكيبي؟ أنا أعتقد ذلك. إذن بالقوة الممنوحة لي أعلن رسمياً أنك أصبحت عضوة في نادينا الكبير. هذا الأمر يعجبني. حسناً،
هل قال لي أحدكم ما هو عمل الكيبي؟ أنت تعنين ملكة النحل، ملكة النادي الكبير. أرجوك قل لي من هي هذه الملكة؟ الملكة ماندي هي الأفضل. نادينا يحتفل بالفتاة الأكثر جمالاً في المدرسة. ماندي هي ملكة النحل؟ ماندي 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 ماندي. من أجل تثبيت عضويتك يجب أن تدلكي رجلي بعد نهار الطويل. أرجوكم أنا أريد الذهاب. عليك أن تتذكري أنك عضوة في نادينا. تذكري جيداً كلوفر أنك قبلت بالشروط، لا تنسي هذا أبداً.